السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل نشاط جميل ومفيد، هيا بنا يا أصدقاء. هنحتاج ورقة أي شكل وأي لون، هنحتاج ورق حلاقة وجلتر، وهنحتاج أقلام. هيا بنا نبدأ. هنحتاج نلف الورق الحلاق، هنضغط عليه علشان يبقى رفيع. الطريقة دي بدي هنعمل اسم مع بعض، تفتكروا هو ايه؟ لما شكلنا الاسم تفتكروا اسم مين؟ بالطبع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. دلوقتي هنلزق الاسم على الورقة كده. كده هتعمله. تيجوا نتعرف عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هيا بنا. بعده هنجيب كروت نكتب عليها معلومات زي دي. كل يوم بنتعلم معلومة نلزقها على الصورة. ده شكل النهائي، وانتوا كمان عارفين تعملوا بالشكل ده.